Okay, Laura. Laura, do you see the sound speaker? Mm -hmm. Sound speaker be sound waves, huh? Mm -hmm. Sound waves propagate in which direction? May yes. I direction of sound wave away from the loudspeaker, huh? Yes. This is direction of A. Nick, the direction of A. Of sound travel. ده الدايركشن اللي بيمشي فيه الساوند ممكن اسميه اسم تاني اسميه دايركشن اوف ايه؟ اوف انرجي دايركشن اوف انرجي ترانسفير ليه؟ ليه بسميه كده؟ بيكوز ذا ساوند ترانسفيرز انرجي اوكي؟ طيب لارج ال particles الاير لما الساوند بيعدي في الاير بيخلي إيه particles تعمل ايه؟ أه أن أيوة أنا بسألك عليك تاني خالص When the sound pass through air لما sound يعدي في ال air ال air particles بيحصله إيه؟ اه uh, مو uh, uh, one direction they vibrate ركزي شوية لارو okay. okay لما sound passing through the air ال 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 air particles تعمل vibration خلاص اه واحدة من ال air particles ايه هتعمل vibrations ازاي بنفس الديركشن بتاع ال ده فال air particles بتاعي هيعمل vibration كده left and right okay طيب ال vibration دي عايز اعمل description that direction ده ديركشن of ايه ده ديركشن of ايه of vibration of part here. What is the relation between the direction ده and the direction ده؟ ده كده, direction ده uh, and direction ده. هل هم parallel ولا perpendicular? Okay. parallel or perpendicular? فين. Okay. فين Laura? Laura, allow me mic. أه بقول هما parallel بالظبط كده فأنا بقول إن الـ direction of sound travel is parallel to the direction of vibration صح؟ ده parallel ده لما ده يكون parallel mm -hmm. ده بسمي الـ بتاعتي عشان الـ sound is wave بسمي الـ بقول على الـ بتاعي بسميه longitudinal wave longitudinal wave What does it mean by longitudinal wave? يعني إيه longitudinal wave? The longitudinal wave هي the wave اللي بيكون فيها the direction of sound travel is parallel to direction of vibration of particles. يبقى the longitudinal wave هبارة عن إيه ولاد؟ أقول فيها إيه? In which إيه? In which direction of vibration parallel to direction of energy In transfer. which direction of vibration? Yeah. Parallel to is parallel to direction of energy transfer. Direction of energy transfer طب يا مس هو احنا عندنا حاجة في العالم longitudinal wave ثانية غير sound؟ في الحياة كده في الفيزكس هم حاجتين longitudinal waves اللي هم مين؟ اللي هو sound وكمان حاجة اسمها P wave البي P wave اللي هي primary wave اللي بتحصل وقت ال earthquake وقت الزلزال بس مش علينا. بس الساوند از لونج بيجنال ويف خلاص كده فهمنا كده يعني ايه لونج بيجنال ويف انا شرحتها في وسط الكوشنز جبت لك عليها وفهمتيها دلوقتي فلما اقول كده مين ما قالش معانا ااا اه... نا نعم ثانيه من بتاع البيره طيب 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 انا انا شغال روحي اقفي بقى سوري يا ولاد اوكي بعد كده فهو بيقول لك هنا إيه؟, إيه؟, إيه؟ look at the sound wave in diagram one اللي هو ده ده وده which shows the louder sound مين الصوت ال louder؟ louder يعني إيه؟ أنا بقى هختار حد يجاوب معايا هختار جودي، يلا يا جودي، louder يعني إيه يا جودي؟ يعني amplitude ولا frequency؟ uh, louder uh, frequency لأ loud sound و quiet sound يبقى متكلم على إيه يا جودي؟ loud sound و quiet sound بنتكلم الـ عن؟ الـ الـ amplitude. amplitude خلاص؟ لكن frequency يا جودي نوع الصوت خلاص؟ طيب يا جودي كملي which one عنده louder sound؟ louder sound يعني عنده higher amplitude x or y يا جودي Uh, sorry. why لأنه you know, it spreads more بصي يا جودي هو كل واحدة من دول دي ودي تحت بعض oh, دي واحدة مش نشوة it's it's lagging طيب اا إيه... سوري ايه قلنا بقى ايه فين جودي جودي يا جودي طيب جودي خرجت من الميتنج إيه... مين عايز يجاوب الكوستشن ده يلا يا امال اوكي اوكي يبقى loud ساوند بيتكلم على ايه يا امال على amplitude طيب هو بيقول لك بوتش هو عنده مور amplitude اكس او واي إيه واي واي عندها مور amplitude طب في حد عنده اجابه ثانيه و... بصوا كده يا ولاد اكس اكس عشان البارتيكلز مور تايت توجدر فالديستنس اكبر مين بيتكلم جنى بروفيجن بص يا جان بصي يا اولاد بصي يا امال البارك اصلا كان هنا فاهمه yes. كان هنا فمشي كده ومشي كده هنا مشي كده ومشي كده فاهمه mm -hmm. ايه اللي حصل مين اللي عنده امبيتيود اكتر دول عشان مضغوطين على بعض ففي سبيس اكبر فاهمه فالديستنس دي مور yes. دول عشان واخدين سبيس اكبر فهتلاقيه دايما من هنا لهنا مثلا فاهمه مم. يبقى مين عنده مور فايبريشن اكس أو واي سوري مور y uh, 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 واي برضو اك. مش فاهمة قولي مش فاهمة فاهمه بصي ده الاريا دي اسمها compression والاريا دي اسمها rarefaction ال compression ده واخد اريا كبيرة واخد مساحة كبيرة من هنا لهنا صح؟ مم. وده كمان واخد مساحة كبيرة من هنا لهنا فالبارتكل إيه. لما يعمل فايبريشن يعمل فايبريشن من الحته دي للحته دي فاهمه إيه. فالامبيوت بتاعته هي هي الشورت ديستنسي طب وهنا الكمبريشن واخد اريا صغيره شايفه من هنا كده لهنا إيه. وهنا برضو من هنا لهنا فالبارتكلز بتعمل ايه الامبيوت بتاعتها ايه لونجر صح لونجر إيه. بتمشي مسافه من هنا لهنا تقعد تعمل فايبريشن فاهمه يبقى ده عنده لونجر ايه Amplitude يبقى لما الاقي ال مضغوطه على بعضها قوي ده ال بتاعتي اكبر. Okay؟ yes, yes. يبقى which one mm. has higher amplitude او loudness هتبقى wave mean هتبقى x. Uh, explain your answer ليه بقى ال x عندها higher amplitude؟ عشان uh, because إيه. uh, because it has معلش سوري معلش هو قال إيه لك louder sound المفروض انت تحطي amplitude بقى في الانسر بتاعتك it has greater ايه؟ amplitude بس كده ما تحطيش حاجه تاني اوكي اوكي بعد كده يلا مين هيجاوب الكويشن ده اختار انا اختار اختار امينه يلا امينه يا <applause> سمس Two astronauts working outside the International Space Station okay. need to use radios to talk to each other. Explain why they need the radio. Okay. Uh, because ah, how am fish space, space. Bravo, air for mom says not problem. Provali ki proval. Ehna onna the mara li fadi kawlat. Ehna sound must have medium to travel. Mahan the sound biyuk mi hena fil airport kis so time the vibration. Taba la ma fish airport kis fish sound at har. طب ال sound travel in a sound travel in a in weight medium, medium. الميديوم ده اللي هو ممكن يكون ايه solid liquid or gas؟ solid liquid or gas طيب in which one the speed of sound is higher؟ الساوند بيمشي أصلا solid. فين؟ في ال solid ولا في ال liquid ولا في ال gas؟ الناس كانت مركزة معايا في الكلاس؟ solid in solid يبقى دي more speed يبقى هنا faster Yeah, but in solid faster than in liquid, or in liquid faster than in gas. Explain your answer. Why? Leaf is solid as ram in liquid. Because the particles are close to, to, each to each other, so when they vibrate, mm. the vibration transferred easily and faster. خلاص؟ لكن يب. The next question. I'll write the answer to this. But not sure the next question is pointed. You may write it because the liquid, the spaces is small. Sa? So? فال vibrations بتوصل من particle ل particle ولكن أبطأ شوية من السوليد solid الجاز بقى ال particles بعيدة عن بعضها فال vibrations بتاخد longer time okay so here the question is a uh, بيقول لي هنا ليه on the moon surface أو في ال space station they use radio to talk to each other عشان in the space station no air وايه كمان اكتب نو اير وايه كمان اقول ان الساوند must have medium to travel اوكي يلا بقى الكوشن ده اشوف مين هيجاوب ينفع اجاوبه مين بيتكلم جانا اتفضلي يا جانا ريدي يا جانا يعني بالترتيب كده يا جماعة شوف مين هيجاوبه والكوشن ده يعني إيه؟, ااا إيه يعني سؤال صعب شوف بس هو محتاج تفكير شوية يلا يا جنري أشنا can talk to each other in space without using a, radio if they touch notes together. اه عارفة اللي هو ايه؟ الهلمت اللي هو الخوذة اللي بيبقى لابسها هو مش بيبقى لابس كده لبس خاص بالسبيس شيب؟ او ان هو اللبس اللي بيلبسوه بتوع رواد الفضاء خلاص هم they can talk to each other لو الهلمس بتاعتهم دي لازقه في بعضها كده هلمت they ليه بقى؟ أم... عشان كده ال sound هي هي بس برافو مش برافو هيكون مش هيكون في مسافة ما بينهم إن هو يبقى من غير يبقى في مكان من غير ميديا برافو عليكي فالراجل لما يعمل الساوند هنا فالساوند هيتنقل لمين؟ من الاير اللي جوه طبعا هو عنده اير ما هو لازم يتنفس صح sound travels through air to the ايه to the helmet one صح from helmet one to ايه to helmet two ويدخل جوه الاير فالراجل اللي جوه هيسمع خلاص ومن helmet 2 to 3 يعني لما يجي يكلموا مع بعض بيلزقوا الهيلمتس في بعضها علشان يسمعوا بعض بس الساوند ساعتها ترافل ثرو الاير والماتيريال بتاعت الهلمت لكن ات كانت لو اتكلم بقى ولو في مكان او سبيس الساوند مش, مش هيوصل اوكي ايوه يا لارا <applause> لار. عندك آه لا لا, لا بقى. مين عنده كويشن هو احنا اللزوم هيبقى هيقعد قد ايه انا مستنيه السؤال ده والله مستنياكم تقولوه خلاص انا سيفه بنتس وهقفل الزوم صعب صعب الدرس بتاع الساوند ده صعب لا مش. مش صعب مش صعب صح بس محتاج تركيز خلي بالكم بص يا جماعه هنا الانسر بتاع الكوشن ده اكتبي كده ذا ساوند باسد ثرو ذا اير اوف one helmet ذا ساوند Pass through the air of one helmet to the solid of the helmet, the solid of the helmet. Then to Iba to the air in in the next helmet. To the air in the

ممكن ناخد بريك نص ساعة ونتقابل تاني بصراحة ما أنا أنا عندي معاد أصلا أنا مش فاضية بس هو لو حضرتك مش فاضية احنا ممكن ما ناخدش خلاص كده نبقى النهاردة كفاية وبكرة نبقى نكمل بقى من بكرة مش كده يا جايدة ان الأسبوع اللي بعد الجاي الامتحان فاهمة؟ فأنا عايزة أدربكم كويس على الجزء بتاع الساوند ده عشان I know it's فاهمة زي ما أنت شايف ال مش سهلة ممكن, 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 على... ممكن ناخد بالليل؟ على... ممكن بالليل مثلا؟ لا لا خلاص خلينا خلينا نلتزم بعت plan اللي بعتها لي parents عشان محدش يزعل هما كده أصلا ما حضروش بس برضو خلينا نلتزم خلاص خلينا بكرة في المدرسة نخلص الجزء ده وبكرة إن شاء الله هناخد برضو بكرة عندنا دبل كل يوم عندنا دبل أوكي بكرة عندنا كوركشن بتاع الإكزامز اللي إحنا خدناها قبل كده هنصح عليكم بكرة ونعمل كوركشن وكمان هناخد ديتكتينج ساوند ونقفل بقى اليونت دي والتزموا فيه بلان أنا بعتها لكم على جوجل التزموا فيها من فضلكم خلاص عشان آه مفيش وقت نعم آه هو انا نسيت السامي نوتس في المدرسه فينفع ابقى احل ده بكره ما عنديش مشكله خدي سكرين شوت كنتي خدتي سكرين شوت من كل الانسرز اللي احنا خدناها فاهمه ما مش مشكله فاهمه الاسئله ممكن أبقى بس, بس هو الفكره انا هبعت لكم مارك سكين للكوشنز دي كلها أنت, حاول... انت حاولي تحليها لوحدك وهبعت لك المود بس يوزير بنسل ما حدش يستخدم القلم الازرق استخدمي البنسل عشان يبقى ايزلي ان انت تعملي ريزر او تمسحي لو الانسرز نوت correct خلاص الهوت بتاعتنا كل الشيتس بتاع 7L ما عدا ديتكتنج ساوند ديتكتنج لا بصوا يعني حلو لغاية page 146 46 اه معلش يا <applause> ما... جماعه اه اه معلش هو احنا استيل هاف 4 minutes معلش معلش بص في 4 minutes دي افتحي لي بيج 163 بيج 163 بسرعه كده في كويشن كده انا هساعدك فيه عشان ما توقفيش فيه اللي هو 7LB في ويفز كده ايوه ده قصدك نقف على page 64 مش 46 160 160 164 I'm ام سوري بس افتحي لي بقى 163 دلوقتي بيج 163 بصي الكويشن ده بس ده الكويشن بتاع الامتحانات الاكزامز بتيجي كويشن زي دي شايفه دياجرام A ودياجرام B؟ خلاص؟ خلي بالك بقى من حاجه فاكرين في كلاس انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم كده لما يكون عندي دي كده half vibration ودي كده one complete vibration صح؟ طيب <applause> انت عندك هنا ده التايم سبان، تايم سبان يعني السكيل بتاع التايم، ده السكيل بتاع التايم وده السكيل بتاع التايم. اوكي؟ مين عنده frequency اعلى؟ بص هنا بيقول لك هنا في الكوستشن ده we can use the graph to represent the movement of air particles and sound يعني بدل ما اقول air particles بتحرك left to right انا ممكن ارسم الساوند ده كإنه wave كده خلاص فهنا بيقول لك هنا ااا uh, the diagram represents two different sound waves هنا which diagram shows the particles moving only little uh, only a little way as the waves passes B برافو B. عليكي B. ليه بتمشي little way الـ 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 يعني كاملة lower a lower amplitude bravo عليكي اس less amplitude okay. دي كده كتبتي less amplitude في double I بيقولي هنا the wave with the greater number of waves per second مين اللي عنده greater number of waves A ولا B B B برضو يعني ايه greater number of waves يقصد بيها ايه الأكثر frequency. frequency greater number of waves number of waves per second يقصد بيها frequency خلاص فلما يجيب لي بصي بقى بسرعه كده في ثانيه كده لما يجيب لي اتنين ويف على نفس السكيل بتاعنا يعني بصي كده ادي واحده وادي الثانيه هتبقى عامله كده دي A ودي B مين اللي عنده مور فريكونسي ويفز اكتر يعني هتبقى B بس مين اللاودر مين الصوت الاعلى A ولا B A. شوفي الامبليتيود شوفي دي شوفي دي لو الاتنين قد بعض يبقى هاف ذا سيم لاودنس لو ال A يعني مثلا في A و B. مين اللي مور لاود مين اللاودر ساوند A. A ولا B إيه أي خلي بالك بقى انت في A لازم تقسمي الويف بالنص بالظبط عشان تعرفي تحديد الامبليتيود لان الامبليتيود من اول هنا لغايه هنا وهنا الامبليتيود بتاعتها صغيره جدا فلازم ارسم البيز لاين عشان اعرف الامبليتيود قد ايه من هنا لهنا which one عنده مور امبليتيود A ولا B؟ A A مور امبليتيود يعني مور لاودنس هو ده الكوشن اللي بيجي في الامتحان بيجي year 7 و8 و9 و10 في الاول ليفل بيجيب له اتنين ويف زي كده ويقول له مين اللي عنده مين اللي ساوند مين اللو ساوند فاهمين مين مين اللي عنده هاي بيتش مين اللي عنده لو بيتش وهكذا تمام يا حلوين هنا بقول هنا كومبليت ذا سنتنسز نكمل ده آه ده خلاص خلاص خدي هوم عشان الميتنج اوكي يلا السلام عليكم